خطه جديده تقوم على توفير بيئه اعمال محفزه وتدعم تحقيق معدلات مرتفعه من الانتاجيه تتبناها الحكومه المصريه الجديده وتمكنت الدوله من خلال هذه الخطه من رفع قدره الدوله التصديريه وتعزيز ايراداتها وضمنت بها رفع قدره الدوله التصديريه وتعزيز الايرادات بما يضمن لها تحقيق معدلات مرتفعه من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمه بشعار مع نبني مستقبلا مستداما وضعت الحكومة الجديدة برنامجا محكما تضمن خريطة طريق متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية برنامج الحكومة الجديدة يشير إلى مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول في إطار السياسات التي تتبناها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي حيث انتهت الحكومة من المرحلتين الأولى والثانية من جدول الأطروحات المعلن بمعدل تنفيذ 100% حيث بلغ إجمالي قيمة ما تم طرحه من الشركات والأصول منذ الإعلان عن البرنامج وحتى الآن نحو 5.8 مليار دولار خطة الحكومة الجديدة تقوم على توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها وتضمن لها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمة. الحكومة الجديدة كذلك أكدت حرصها الدائم على زيادة مشاركة القطاع الخاص حيث استهدفت من أجل ذلك عددا من البرامج الرئيسية من أبرزها: مواصله تنفيذ وثيقه سياسه ملكيه الدوله للاصول وتنظيم ملكيه الدوله في الشركات المملوكه لها وتعظيم العائد على الاصول المملوكه للدوله واعاده هيكله الهيئات الاقتصاديه والاستمرار في برنامج الطروحات مع تبني سياسات وبرامج تستهدف جذب الاستثمارات وتبسيط الاطار التشريعي والتنظيمي وهكذا تواصل الحكومه الجديده عملها في اطار خطط محكمه ومدروسه لدعم الاقتصاد وتوفير بيئه استثماريه جاذبه للاستثمارات المحليه والاجنبيه